بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي على قناة نسر الاستعدادات لشرح وتبسيط قواعد الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معكم مع حل امتحانات الجملة الصعبية ثانوية عامة. وصلنا ل 2016 نظام حديث دور أول، والامتحانات واخدينها من كتاب ماي نيو فريند معدلة لمعرفة الكتاب لعام 2021. بداية الامتحان ده بتاعنا موجود على صفحة 96. بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله نبدأ أول جملة في تشوز. الجملة بادئة بفراغ. His mistakes are أخطاؤه تكون. I admire his way of work. أنا معجب بطريقته في العمل. يا ترى هو ever، وواضح من وجود هو مع كلمة ever بنتكلم عن من كان أو أيا كان أو كائنا من كان. ونيفر دي لها علاقة بالوقت أو الميعاد، واللي معناها الحرفي وقت ما كان أو متى كان. whatever واللي بالمعنى الحرفي لها أيا كان أو مهما كان. وآخر واحدة اللي هي wherever ودي ليها علاقة بالمكان، هيكون معناها حيثما كان أو أينما كان. طيب الإجابة بتاعتنا هي whatever أيا كان. يعني عايز أقول لك أيا كانت أخطائه أنا معجب بطريقته في العمل. whatever إجابة وحيدة في الجملة رقم واحد. اتنين بيقول لي إذا بقى فراغ between Cairo and my town is 300 كيلومترز، كذا ما بين القاهرة ومدينتي 300 كيلومتر. يا ترى distance بمعنى مسافة، ولا district بمعنى حي، ولا area بمعنى منطقة، ولا space بمعنى فراغ أو فضاء. الإجابة بتاعتنا هي distance بمعنى مسافة. إجابة وحيدة في الجملة رقم اتنين. تلاتة بتقول لي manager بقى جايب كوما وجايب فراغ. secretary is seriously ill، السكرتيرة بتاعته مريضة مرض خطير. has to type the letters by himself، تحتم عليه أو يتحتم عليه، الجملة في شكل مضارع، يتحتم عليه أن يقوم بنسخ الخطابات بنفسه. يا ترى أنا عايز إيه هنا؟ هو relative clause، عايز relative clause له علاقة بالملكية. تمام، يبقى هو اللي تدل على الفاعل أو المفعول العاقل، مش هتنفع معايا. هوز إجابتنا. وير للمكان خطأ وذات خطأ تماما. الإجابة الوحيدة هي هوز في جملة رقم 3. 4 when he arrived at the bus stop، عندما وصل إلى موقف الحافلات الأتوبيسات يعني. he saw a number of people، رأى أو شاهد مجموعة من الناس مالهم بقى to take the bus، لكي يستقلوا أو يأخذوا هذه الحافلة أو هذا الأتوبيس. يا ترى كيوبينج يوم معناها يصطفون في طابور، يعني واقفين ورا بعض طابور. ولا كريبينج، كلمة كريب المعنى الحرفي ليها يزحف. ولا كراولينج بمعنى يحبو. ولا روينج بمعنى يصطف. الإجابة بتاعتنا هي كيوينج بمعنى يقف في طابور. إجابة واحدة وحيدة لجملة رقم 4. 5 he had been more careful. had he been more careful لو كان اكثر حذرا. يبقى كده واضح الجمله اللي قدامي ده هي اف الحاله الثالثه، بس اف مش موجوده، جاي البديل بتاعها. هاد هنا بتقوم بمهمتين، المهمه الاولى انها واخده مكان اف، والمهمه الثانيه مهمه مكمله الفعل المساعد للماضي التام. ادي هاد اهي، وادي بين اللي هي التصريف التام. تمام، يبقى واضح كده قدامي ان الطرف الاول من الجمله ده هي يمثل اف الحاله الثالثه اللي هي اف ماضي تام، بس هي مش موجوده، موجود بديلها هاد، وبعد كده الماضي التام موجود متمثل في هاد اهي، وادي بين التصريف التام. تمام، يبقى انت كده في الناحيه الثانيه عايز ايه؟ عايز ود هاف تصريف ثالث. تمام كده، مثبته او منفيه، ماشي حسب معنى الجمله الثانيه. طيب كذا هي، وبعد كده كذا لو ماركس. طيب ماشي، نقولها ثاني. هاد هي بين مور كيرفول، لو كان اكثر حذرا كذا الدرجات المنخفضه او درجات منخفضه. يبقى انت كده عايز ايه؟ وودنت جيت، لا دي مكمله في الحاله الثانيه. ويل جيت، لا لانها مكمله في الحاله الاولى. طيب وودنت هاف جوت ولا وود هاف جوت، عايز المثبته ولا المنفيه؟ عايز المنفيه. ليه؟ لان هي اللي تلائم معنى الجمله اللي معايا، عشان تبقى لو كان اكثر حذرا ما كان ليحصل على درجات منخفضه. وودنت هاف جوت اجابه وحيده في الجمله رقم 5. 6 بتقول لك ايه؟ unlike many writers، على العكس من العديد من الكتاب. نجيب محفوظ ماله بقى؟ had a or am جاب فراغ style of writing، اسلوب في الكتابه. ايه الاسلوب بتاعه؟ يا ترى expensive غالي، ولا distinctive متميز، ولا responsive، ولا negative. الاجابه بتاعتنا هي distinctive متميز، اسلوب نجيب محفوظ للكتابه متميز. distinctive اجابه وحيده في الجمله رقم 6. 7 بيقول لك she is flying to London next week، هي هتطير الى لندن الاسبوع القادم، معناها هتركب الطائره يعني، او هتستغل الطائره وفي رحله جويه. ماشي، هير فلايت الرحله الجويه بتاعتها مالها بقى؟ اوف ات 7 ام الساعه اوف، هنا طبعا مكمله بالاختيار اللي احنا ناخده،
هتديني معنى تقلع الساعة 7 صباحا؟ يا ترى توك في شكل الماضي البسيط، ولا تيكينج في شكل الجرند، ولا تيك في شكل المضارع البسيط او المصدر، ولا تيكس اللي هي في شكل المضارع البسيط؟ هاخد تيكس. طب ليه مستر خدت تيكس اللي هي تمثل المضارع البسيط في حين الجمله اللي قدامك بتقول لي نيكست ويك؟ اقول لك واحنا بنشرح اشكال المستقبل اتكلمنا عن ان جداول المواعيد للطائرات للقطارات للاوتوبيسات الاشياء اللي من هذا القبيل، صياغه الجمله يكون شكلها مضارع بسيط، يعني زي ما انت شايف كده هي فلايت تيكس، تمام كده، تيكس اوف طبعا بمعنى تقلع، لكن المدلول بتاع الجمله هيكون له علاقه بالمستقبل. تيكس اجابه وحيده في الجمله رقم 7. 8 بتقول لك ايه؟ واي دونت يو كذا ذات يو ار نوت رايت. يا ترى ديسجري بمعنى لا يوافق، ولا براي بمعنى يصلي او يدعو، ولا ديناي بمعنى ينكر، ولا ادميت بمعنى يقر. هناخد ادميت بمعنى يقر عشان يبقى معنى الجمله ايه؟ هو انت ليه مش راضي تقر ان انت مخطئ؟ ها؟ ادميت اجابه وحيده في الجمله رقم 8. طيب ماشي، احنا رفعنا الصفحه قدامك عشان تشوف رقم الصفحه واسم الكتاب. نروح لباقي الامتحان على صفحه 97 الجمله رقم 9 واللي بتقول لك منى didn't send the message to her father until she، منى لم ترسل الرساله الى والدها until حتى. واخد بالك من until؟ until الجمله اللي تسبقها في شكل الماضي البسيط المنفي، يبقى الجمله اللي وراها هيكون زمانها ايه؟ ماضي تام مثبت، ماضي تام مثبت. يبقى has been writing اللي هي المضارع التام المستمر خطا، has written مضارع تام فقط برضو خطا، had written اجابه واحده صحيحه، وwriting في شكل الجرند او الاستمراريه خطا بالمره. بناكد ان had written اجابه واحده في جمله رقم 9. 10 بتقول لك the sun is at its strongest at، الشمس بتكون في اقوى حاله ليها امتى؟ يا ترى دون بمعنى الفجر، ولا ميد نايت منتصف الليل، ولا ميد داي منتصف النهار، ولا sun set غروب الشمس؟ ميد داي اجابه واحده في جمله رقم 10 اللي هي وسط النهار. 11 بيقول لك it was a فراغ that an accident took place on the ring road، بيقول لك كذا ان حادثا وقع على الطريق الدائري، كلمه رينج رود بمعنى طريق دائري. ماشي، يا ترى ريبورتد بمعنى ذكر، ماشي، ولا ريبورتس تستخدم في المضارع البسيط، ماشي، بمعنى كلهم واخده فكره انه ذكر تقرير يعني، او تم ارسال معلومه كذا او القول بكذا يذكر يعني، ولا هذا ريبورتد في شكل الماضي التام، ولا has been reported. هناخد دي it has been reported. طيب ليه بقى it has been reported هي الاجابه المناسبه للجمله اللي معايا؟ اولا it reported هنا هو ما فيش verb to be عشان كنا قلنا مثلا it is reported مثلا، ماشي، يقال ان او ذكر ان او في تقرير بكذا، مش موجوده is verb to be يعني. طب it reports هي it تنفع تكون فاعل تنفع تكون فاعل انه يذكر حادث، طب ايه هي اللي it؟ مش معروف. طب it has reported الجمله هنا هو بتدل على الاكتف، وهي الجمله هنا هو مبنيه المجهول، فعشان كده بنقول it has been reported ذكر ان او في تقرير بان هناك حادثه وقعت على الطريق الدائري. has been reported اجابه وحيده في الجمله رقم 11، والجمله زي ما قلنا في صيغه الباسيف ولكنها في شكل المضارع التام. has been reported اجابه وحيده في 11، بناكد على الكلام ده. 12 بيقول لك ايه؟ some animals are clever while others are، بعض الحيوانات ذكيه بينما البعض الاخر ايه؟ uninjured غير مصاب غير مجروح، ولا inaccurate غير دقيق، ولا unintelligent غير ذكي، ولا impolite غير مهذب. unintelligent مش انت بتقول بعض الحيوانات ماهره، يبقى البعض الاخر ايه؟ عكسه. unintelligent اجابه وحيده في الجمله رقم 12. 13 بيقول I wish I was a frog go to the stadium tomorrow. tomorrow يعني بيتكلم عن المستقبل، تمام؟ بما انه بيتمنى للمستقبل وعندي الفاعل يبقى انت كده محتاج تختار كود، ولو كان الفاعل هي او شيء او ات كنا هناخد ود مع مصدر. طيب الفاعل بتاع الجمله يبقى انت تدور في الاختيارات على ايه؟ كان، كود، ويل، مي، احنا لسه قايلين هناخد كود. اجابه وحيده للتعبير عن امنيه في المستقبل كود مع اجابه وحيده في الجمله رقم 13. 14 بيقول لك ذا بقى فراغ رين ذير از ان اير، ذا كذا مطر في العام، موجود في العام يعني،
The wider the tree rings are, كلما اتسعت حلقات الشجرة. ها ايه بقى؟ The more rain ولا the less ولا the great ولا the big. The more اللي هي قاعدة the more the more، كلما زاد في حصل زيادة في الجانب اليسار يحدث زيادة معها في الجانب اليمين، ودي بتاخد شكل ايه؟ المقارنة. The more كذا the wider اهي the more اهي ودي the wider اهي، تمام؟ ودي إجابة واحدة the more، أدي more موجودة ودي ده فوق أهي، إجابة واحدة بتقول رقم 14. less خطأ تدل على القلة، great بمعنى عظيم خطأ، وبيج بمعنى كبير خطأ تماما. إجابتنا الوحيدة هي more بمعنى كلما زاد المطر في العام كلما اتسعت حلقات الشجرة. the more إجابة واحدة في 14. 15 أحمد سكار was hit by a driver who سيارة أحمد اصطدمت أو صدمتها سيارة يسوقها قائد إيه بقى؟ at mad speed بسرعة جنونية. هو ايه بقى؟ was driving ولا drive ولا was driven ولا drives. هو هنا هو تدل على الفعل، والجملة اللي قدامي تدل على الماضي المستمر، يبقى هقول هو was driving. خلاص هو was driving at mad speed لانه هو عمل او قام او حدث موضوع اللي هو الاصطدام ده اثناء القيادة وهو بيقود السيارة بسرعة جنونية داخل لأرض تطم بسيارة احمد. was driving ماضي مستمر، إجابة وحيدة لجملة رقم 15. في 16 بيقول لك ايه؟ companies should الشركات يجب عليها ايه؟ الشركات يجب عليها ايه بقى في 16؟ their employees to have new skills، الموظفين بتوعهم علشان يبقى عندهم مهارات جديدة. يا ترى repeat يكرر ولا present يقدم ولا train يدرب ولا recover؟ recover بمعنى يشفى، إجابتنا هي train. should train their employees يعني تدرب الموظفين بتوعها او العاملين عندها يبقى عندهم مهارات جديده. train اجابه واحده في 16. 17 بيقول لك the weather was الطقس كان مال yesterday that I nearly suffocated. يعني ايه ده suffocated؟ اختنق، يعني عايز اقول لك خلاص كده مش قادر اتنفس. يا ترى such hot ولا such a hot ولا so a hot ولا so hot؟ so hot. خلاص so hot yesterday إجابة وحيدة في الجملة رقم 17. طيب ننتقل لجملة رقم 18 واللي هي بنظهرها قدامك على الشاشة. وي ريكوايرز هاي تمبريتشر اند كذا تو بي فورم. قول المقصود بها زيت البترول المادة الخام يعني. يقول لك بتتطلب درجة حرارة عالية وإيه لكي يتشكل؟ يا ترى تريجر بمعنى كنز ولا بريشر بمعنى ضغط ولا كريتشر بمعنى مخلوق ولا كلتشر بمعنى ثقافة؟ بريشر بمعنى ضغط، إجابة وحيدة في جملة رقم 18. 19 بيقول لك ايه؟ I respect both of them، انا احترم كلاهما، كلا منهما يعني. Whereas معناها بينما كذا. Of them treats me well، ماشي كذا، هم يعاملوني بينما كذا يعاملوني بطريقة حسنة. يا ترى neither بمعنى لا، مفيش حد فيهم يعني، ولا all ولا every ولا either، هناخد neither. ليه؟ الجملة هنا واضح فيها التناقض، يعني هو انا بحترمهم الاثنين بينما ولا واحد فيهم بيعمل الطريقة كويسة، ماشي؟ ده اللي خلانا خلنا نيذر إجابة وحيدة في جملة رقم 19 دون باقي الاختيارات. طيب في 20 بيقول لك I feel بقى جاي فراغ، أنا أشعر بكذا when I have nothing to do، عندما لا يكون لدي شيء إن أنا أعمله. يا ترى إيه؟ bored ولا bored ولا boring ولا bored؟ أنا عايز bored. bored بمعنى بمعنى متضجر، يعني أشعر بالضجر أو الضيق. بورد إجابة واحدة جملة رقم 20. طيب I was happy that my brother، أنا كنت سعيد إن أخي كذا me use his car، إن أنا أستخدم عربيته سيارته يعني. يا ترى إيه بقى؟ let me ولا allowed me ولا got me ولا forced me؟ هاخد let. ليه let؟ let المعنى الحرفي ليها يدع، allow بمعنى يسمح، got بمعنى حصل على وforced معناها أجبر. طيب ليه خدنا let اللي هي معناها يدع وما خدناش allow بمعنى يسمح؟ لان let مش محتاجة to المصدر، يعني let يجي وراها مفعول به وبعد كده المصدر على طول، لكن allow لا، allow كده تحتاج معاها المفعول به وبعد كده to وبعد كده المصدر، ده مش متحقق، وده اللي خلى let إجابة وحيدة لجملة 21. 22 the government has الحكومة ايه؟ هنشوف بقى من new schools recently مدارس عديدة في مؤخرا يعني. يا ترى established ولا established بمعنى أسست ولا extinguished اللي هي زي بتاعت الطفي ده، تطفي نار أو تطفي سيجارة أو ما إلى ذلك، ولا extracted بمعنى يستخرج ولا estimated بمعنى يخمن أو يقيم أو ما إلى ذلك يعني.
طيب الإجابة بتاع إن هي established، أسست الحكومة، أسست العديد من المدارس في الفترة الأخيرة، established إجابة واحدة في 22. تشرب بيقول لك إيه؟ I will inform you as soon as I، أنا سوف أعلمك، يعني هديك معلومة، يعني هعرفك يعني. As soon as I إذا هم tomorrow، واخد بالك من حتة tomorrow ده هي؟ طيب تمام، أخد لها إيه بقى؟ will arrive ولا had arrived ولا arrive فقط ولا I'm going to arrive؟ أدي as soon as رابط أهو، ماشي؟ في الطرف اللي على الناحية التانية منه جملة فيها مستقبل will والمصدر، يبقى أنت عايز الناحية التانية إيه؟ عايز الناحية التانية يا مضارع تام يا إما مضارع بسيط. الاختيارات فيها will arrive ده مستقبل، had arrived ده ماضي تام بعيد عننا برضو، arrive مضارع بسيط إجابة واحدة، I'm going to arrive في الشكل بتاع going to ليست إجابة بالمرة، إجابة واحدة arrive في شكل مضارع بسيط للجملة 23. بقول لك إيه؟ archaeologists اللي هم علماء الآثار، من هم بقى؟ many excavations to look for objects from the past. excavations اللي هيقولوا عليها عملية تنقيب، والتنقيب إن هو تنقيب، تنقيب أو استخراج، الاستخراج إن هو للآثار، تمام؟ بدليل إن هو بيقول لك إيه؟ objects from the past، يعني أشياء من الماضي. طيب يا ترى إيه بقى؟ made ولا did ولا gave ولا took؟ هناخد لها did، لأن عندي do excavations بمعنى يقوم بعمليات استخراج أو عمليات تنقيبية، did إجابة واحدة في 24. 25 بيقول لك جاء الفراغ، the good news on كذا، الأخبار الجيدة، أحمد phoned his parents، أحمد اتصل بوالديه. لما تلاقي on قدامك وجايب وراها مباشرة مكان فاضي زي كده، خد gerund. يعني جيراند يعني مصدر فعل زائد ing، تمام؟ وبالتالي هيكمل معايا الجمله بتاعتي، يبقى هير في شكل المصدر خطا، هي هيرد فاعل وفعل في الماضي البسيط خطا تماما، هيرينج هي اجابتنا الوحيده، هي هاد هيرد في شكل الماضي التام خطا بالمره، بناكد هيرينج اجابه وحيده في الجمله رقم 25. 26 A good teacher knows well how to، المعلم الجيد يعرف جيدا كيف ايه بقى؟ The students who make noise، الطلبة اللي بيعملوا ضوضاء أو إزعاج، يا ترى silence يسكت ولا encourage يشجع ولا concentrate يركز ولا demerit، demerit اللي هي عكس merit بمعنى عيب أو نقيصة في الشيء. الإجابة بتاعتنا هي silence إجابة واحدة في الجملة رقم 26. 27 بدأ بفراغ، having a license، having a license معناها إن أنت يكون لديك رخصة. طيب you can drive a car into the city، يمكنك أن تقود السيارة في المدينة، يا ترى without بدون ما تنفعش، in case of ولا provided ولا but for، هناخد in case of لأن المعنى الحرفي ليها في حالة، in case of ينفع يجي وراها gerund أو noun، هنا متحقق موضوع الجرند ومتحقق معايا معنى الجملة، خلاص؟ provided ما ينفعش يجي وراها gerund، but for صحيح ينفع يجي وراها gerund زيها زي without، بس المعنى بتاعها يفيد النفي، لا أنا عايز حاجة تفيد الإثبات، in case of في حالة. إجابة واحدة في الجملة رقم 27. طيب نكمل الامتحان بتاعنا ووصلنا لجملة رقم 28 واللي بتقول if you want to start this machine، لو عايز تشغل هذه الآلة press the green، اضغط على الأخضر. إيه هو الأخضر اللي تضغط عليه؟ يا ترى button بمعنى زر أو زرار ولا bottom بمعنى قاع ولا column بمعنى عمود ولا cotton، مش محتاجة ترجمة، هناخد button الاختيار ايه بمعنى زر او زرار، اجابه واحده في 28. 29 بيقول لك ايه؟ يو بقى الفراغ، نيجليكت يور هيلث اور يو ويل سفر ا لوت، انت كذا تتجاهل صحتك والا ستعاني كثيرا. يا ترى ماست نيجليكت ولا ماسنت ولا نيدنت ولا نيد تو؟ ماسنت لان دي بيسموها نصيحه قويه، بيقول له انت لا يجب عليك نهائيا ان انت تهمل او تتجاهل صحتك لان ده هيخليك تعاني كثيرا. ماسنت اجابه واحده في 29. طيب 30 بيقول لك ايه؟ The Space Center prepared to، مركز الفضاء جهز الايه او عدى الايه؟ The rocket اللي هو الصاروخ far into outer space، بعيدا في الفضاء الخارجي. يا ترى launch بمعنى يطلق ولا launch اللي هو الغداء ولا give يعطي ولا campaign بمعنى حملة؟ الإجابة بتاعتنا هي launch بمعنى يطلق، إجابة واحدة، إجابة واحدة في الجملة رقم 30. طيب بعد كده ننتقل الى القطع اللي جايه في الامتحان بتاعنا واللي بتتكلم على الجمله الحلوه قوي اللي في الاول، بيقول لك your smile depends on simple dental care habits as for example teeth brushing، ماشي؟
ايه بقى الكلام اللي بيتكلم عنه هنا؟ بيقول لك والله ابتسامتك بتعتمد ابتسامتك بتعتمد ببساطة شديدة جدا على العادات الصحية السليمة للاعتناء بأسنانك. وبيكمل كلامه وبيقول لك oral health begins with clean teeth، ان الصحة بيقول لك ان الصحة اللي هي الفمية بتبدأ باعتنائك بأسنانك. وبيستطرد الكاتب، طبعا نغير الصفحة عشان نشوف بقى القطع، وبيستطرد الكاتب عن أهمية الاعتناء بالأسنان، وبيتطرق لدراسة أمريكية قامت بها المؤسسة الأمريكية للأسنان، واللي بتأكد أن هناك مجموعة من القواعد التي يجب عليك أن تتبعها في عملية استخدام الفرشاة أو تنظيف الأسنان. هو بيأكد أن يجب أن يتم تنظيف الأسنان على الأقل مرتين في اليوم، وبنقول أن ممارسة تنظيف الأسنان بطريقة وتقنية معينة بيكون مفيد جدا للصحة الفمية، صحة الفم طبعا، وبالتالي بيتطرق للصحة العامة. وبيديك مجموعة من التقنيات اللي انت ممكن تتبعها في موضوع اللي هو ايه استخدام الفرشاة مع الأسنان. اولا بتكون الفرشة انت بتستخدمها بتكون طبعا الفرشة ده هي بتكون فرشة لازم تكون جديدة وما تستغلش معك اكتر من 3 اشهر، ويجب تغييرها بعد المدة دي او لو حدث اي عطب لها. كمان الاحتفاظ بالفرشة ما يكونش في مكان مغلق، ما تحطهاش في شيء مغلف لان ده بيؤدي للبكتيريا انها تنمو فيها. وكمان بنأكد على النقطة تانية مهمة جدا، ان انت لما تيجي بعد ما تستخدم الفرشة لابد من غسلها بطريقة جيدة جدا وتنظيفها للتأكد انها مفيش فيها اي مشكلة. طيب ماشي، بعد كده ننتقل لجزئية تانية اللي هي العلاقة ما بين امراض الفم واللثة والصحة العامة. بيقول او بتأكد الدراسة ان هناك علاقة ما بين الاعتناء بالصحة الفمية لأسنانك طبعا واللثة بتاعتك، وما بين الأمراض اللي ممكن يصاب بها الإنسان. وشوفوا لك ايه: The complications from a lack of dental care can extend far beyond simple toothache. يعني حكاية مش هتبقى مجرد ألم في الأسنان، اللي ممكن تتعدى إلى حاجات تانية. بقول لك إن gum disease، gum disease معناها أمراض اللثة ماشي، and heart disease وأمراض القلب ليهم علاقة مع بعض تماما، إن بيؤدي ده إلى ده، يعني أمراض اللثة تؤدي الى امراض القلب. طبعا بيأكد برضو ان معظم الامراض المنتظمة او الامراض النظامية اللي هيقولوا عليها الامراض العادية يعني برضو لها علاقة بامراض الفم. وبنقول طبعا من ضمن الحاجات ده هي والعياذ بالله عندك سرطان الفم، وعندك مرض السكري، وعندك امراض الرئة. لا ده كمان بيقول لك ان الاهمال في الاعتناء بالاسنان ممكن يؤدي الى امراض القلب ومجموعة من الاشياء. وطبعا عندك امراض تآكل اللثة تآكل الاسنان وامراض اللثة، كلها دي امراض ممكن تحصل يصاب بها الانسان. بيقول لك ان لو الواحد اهمل في عملية التنظيف البسيطة للاسنان، او ان هو لا ان في ثقب معين في سنة معينة واهملها، وقال لك لا مش مهم حكاية الثقب ده بيؤدي في النهاية الى امراض اخطر واخطر بتصيب الجسم كله. بيختم الكاتب وبيقول ايه: ان maintaining good dental hygiene is vital to living a positive healthy life. ان انت تحافظ على اسنانك في وضع صحي سليم، ده هيؤدي لان الصحة العامة كلها للجسم هتبقى سليمة. طيب ماشي، نروح بقى للأسئلة على القطاع. بقول لك lack of dental care، الاهمال في العناية بالاسنان يؤدي الى ايه؟ becomes apparent over time. طبعا بيكون بيظهر مع مرور الوقت واثاره الجانبية بتظهر. في اتنين بقى: فراغ can lead to costly procedures. كذا ممكن يؤدي الى اجراءات مكلفة جدا. الاختيار بي: skipping check ups and cleanings. طبعا ان انت تتخطى او تتجاهل عملية الفحص الدوري والتنظيف، طبعا نقصد الاسنان هنا. طيب في رقم 3: the yellowing of the teeth. اصفرار الاسنان ماله ده؟ بيكون ايه بقى؟ makes you increase insecure about your appearance. ده طبعا هيخلي الانسان يشعر بعدم الامان في مظهره، يعني الواحد بيتكلم مع الناس كده واسنانه شكلها مش مناسب، يعني بيشعر بالاحراج. طيب في 4 بيقول كده: the landlord ذم. الضمير ذم عائد على ايه عندك في القطع؟ على تيث الاسنان بتاعتك. في 5 بيقول لك: what does oral health begin with. الصحه الفميه تبدا بايه؟ تبدا بكلين تيث، بالاسنان النظيفه. اخر سؤال في تشوز: the word promote هنا معناه ايه؟ promote حسب القطع معناها improve، بمعنى يعزز او يحسن. طب شوف تابلوتش كويستشنز اللي جايين على القطعة بتاعت الأسنان دي.
وهنبدأ برقم 7 واللي بتقولها how can we avoid oral disease، زي ممكن نتجنب الأمراض الفمية، أمراض الفم نتجنبها إزاي؟ by keeping your teeth surface clean، إن أنت تخلي سطح الأسنان بتاعتك نظيفة، ده بيخليك تتجنب أمراض الفم. في 8 بيقول لك why should you replace your toothbrush every 3 months؟ أنت محتاج تغير فرشة الأسنان بتاعتك كل 3 أشهر to prevent painful and uncomfortable brushing، علشان نمنع عملية المسح اللي هو استخدام الفرش يعني المؤلم واللي غير ملائم. طيب في 9 بيقول لك ايه؟ mention two ways to keep your toothbrush clean and in good condition، اذكر طريقتين تحافظ بيهم على الفرشة بتاعت الأسنان بتاعتك. by rinsing the toothbrush with water، غسلها يعني after using it، keeping it uncovered، نخليها مش مغطاة، in an upright position، في وضع رأسي يعني، and not storing it in closed containers، ما نحطهاش في أي علبة مغلفة، عشان ما طبعا ده بيدي فرصة لنمو البكتيريا which can encourage the growth of bacteria. ماشي، نروح للسؤال رقم 10 وده السؤال الأخير على القطعة، واللي بيقول what four diseases، إيه الأمراض الأربعة result from tooth decay اللي بيسببها تآكل أسنان؟ tooth decay and gum disease، gum disease اللي هي أمراض اللثة، can lead to the yellowing of the teeth، اصفرار الأسنان، loss of teeth، فقدان الأسنان، bad breath اللي هو النفس بتبقى ريحته مش كويسة، and tooth damage وكمان اللي هو التلف الكامل في الأسنان. طيب نروح للترجمة ونشوف اللغة الإنجليزية، there are many things to be said in favor of technological advancement. ماشي، it undoubtedly makes people's lives easier، اللي هي بالشكل ده في الترجمة هتكون، نرفع قدامك عشان تبقى شايفها. هنقول هناك الكثير يقال في حق التقدم التكنولوجي، مما لا شك فيه انه يجعل حياة الناس اسهل. طيب ماشي، نشوف الجملة الثانية واللي بتقول لك I wish I could join the faculty of medicine to become a great doctor and to help the poor and the needy، وهتبقى ترجمتها بالشكل ده، أتمنى أن أتمكن من التحاق بكلية الطب لأصبح طبيبا عظيما وأساعد الفقراء والمحتاجين. ماشي، نروح للصفحة الأخيرة في الامتحان، وصلنا للترجمة اللغة العربية، العلم والعمل هما السبيل الوحيد لتحقيق الرفاهية والتقدم لأي أمة، واللي هيكون ترجمتها بالشكل ده Science and action are the only way to achieve prosperity and progress for any nation. طيب ماشي، نروح للترجمة الثانية باللغة العربية، يجب علينا معاملة ذوي الاحتياج الخاصة بطريقة تشجعهم على الاندماج في المجتمع، واللي هتكون بالشكل ده We must treat people with special needs in a way that encourages them to integrate into society. طب شوف موضوعات الانشاء اللي كانت جايه في الامتحان 2016 كانت بتتكلم عن ايه؟ different ways to help the poor، طرق مختلفه لمساعده الفقراء، والثانيه كانت بتقول thinking of others problems is a must، التفكير في مشكلات الاخرين ضروره. طيب ونقفل مع شاشه الترجمه، نقول ان امتحان 2016 دور اول نظام حديث انتهى، لكن لا يزال لدينا العديد من الامتحانات الصعبيه للثانويه العامه مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر استاذ عزت من مدرسه الشماس، ونبدا مع حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.